أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. زوم للفن الفوتوغرافي وجمعيات لفودار ديال التشكيل، وحاولنا نديروا واحد العمل بهما كيرسموا مثلا كيرسموا وكيكون مثلا بالحركيات ديالهم، وحنا كنحاولوا نوصلوا ديك الفكره نوصلوها بالطريقه ديال التصوير، لان بطريقه جديده اللي ما عمر اول مره كدار في على الصعيد الوطني. حاولنا نخلقوا هذوك ونحاولوا توصل وبغيو علاش ما تمشيش تولي تدا في المغرب كله وتبغي كل شيء. نحن بغينا كل شيء الحمد لله دار العملية هذه، ويكون واحد التوافق ما بين الفنانين التشكيليين وما بين المصورين، باش ما نبقاش حنا ديك المصور عاد اللي كيصور الصوره هذيك التصويره العاديه النمطيه، بغينا نخرج من ديك الصوره النمطيه ديال التصوير. كنصور كنكادري هذيك الصور، بغينا ندخلوا شي ندخل بحال مثلا نعطوها الصوره فنيه 100%. فوتوغراف هاوي، يعني هذا الموضوع الاول اللي حاولنا نجمعوا ما بين الصوره الضوئيه واللوحه التشكيليه، ويعني حاولنا نجمعوا ما بين الفنين، يعني الفن الفوتوغرافي والفن التشكيلي. وكيف ما كتشوفوا يعني اللوحات ديالنا يعني كيعبروا يعني على ليجاست على اللوحه الفوتوغرافيه وكذلك اللوحه التشكيليه. الوغ جو بريزونت عبد الاله زخرف، فنان تشكيلي بمدينه الجديده، استاذ ديال التربيه التشكيليه ونائب رئيس جمعيه مجانين الفن لي فودار. الوغ الفكره كيفاش جات باش خدمنا هكا عمل مشترك ما بين زوم ار فوتوغرافي اي فودار مجانين. احنا من طبعنا كنخدموا اون لايف، كنخدموا ديما اون ديريكت، ما عمرنا ما كنخدموش مدرقين في لي زاتوليي ولا شي حاجه، كنخدموا امام البشر امام لو سبيكتاتور كيجي كيوقف كيتفرج فينا. دونك لي فوتوغراف عجبتهم الفكره، اقترح عليا السي بادو رئيس ديال الجمعيه ديال زوم ار فوتوغرافي، قال لك اودي علاش استاذ ما نخدموش اون باراليل. قلت لي با بروبليم، درنا هذا لو بروميير سي الحمد لله، عطاه واحد كنا خايفين منه لانه ما يعطيش سميتو، لان بور ايمورتاليزي يعني باش نحاولوا نشدوا ديك اللحظه بالضبط ديال داك لو جيست. هذا هو الهدف من هذا العمل كله. وتبارك الله الا شفتوا الاعمال كانت انتاجات اللي زوينه، وحنا تفاجئنا كانوا دي غريماس، كانوا دي جيست، وسورتو مع قناوه، لان كنا اون بيرفورمانس كانوا فيها قناوه، كانوا فيها الفنانين التشكيليين وكانوا فيها لي فوتوغراف. دونك باش داك لو جيست ديال قناوه وديك الحير، سورتو الفنان واحد الوقيته كيدخل واحد لا ترانس، يعني ما كيبقاش يشعر براسو شنو كيدير. فريمون لي فوتو كانوا اونيتي توني هذا الصباح هذا الوقت اللي شفناهم، فريمون فرحانين بزاف. هاد حموده الزاوي فنان تشكيلي، هاد العمليه تمات اسوسيي شراكه مع جمعيه زوم للمصورين. حنا كنديروا تشكيل، عندي عمل ديالي هو هذا. انا خديت، حنا ما كتهمناش النتيجه كنتيجه، ولكن اللي كتهمنا هو هذاك الجماليه اللي ما كيشوفهاش واحد عادي، باش كيشوفوها غير هذوك لي فوتوغراف. انا هنايا جاتني مع ديك الجدبه قناوه، كنت كنخدم برجلي وتلوح صباغه، او ميم طون ما حد تندور وانا كنلوح صباغه، داكشي عطاتنا هاد لي موفمون سيركيلير.
اماني بقات هذاك لي طاش او هنايا دي فورم سيركيلار. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد المعرض هذا كنشارك فيه مع الاخوان ديال جمعيه زوم للفن الفوتوغرافي اللي دارت واحد الشراكه ولا واحد شراكه مع جمعيه ليفوزا باش درنا واحد العمل مشترك. احنا كنا هما كانوا كيرسموا اللوحات ديالهم، حنا كناخذوا لي بريز فوتو بوغ لي زارتيست وهكا خرجنا. وفي الاخر خرجنا بهذا المعرض هذا اللي كيجمع ما بين اللوحات الفنيه ديال التشكيليه واللوحات الفنيه الفوتوغرافيه. هاد الفكره جات كنا كنناقشوا مع الاخوان ديال الفنون التشكيليه وطرحناها عليهم وقبلوها بصدر رحب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.